الحرب لم تبدأ بعد. كلمات قالها الرئيس الروسي بوتين أرعبت الغرب. مع كل الهجوم الظريف في شرق أوكرانيا وسقوط الآلاف من الجنود الأوكرانيين والمدن الأوكرانية بأيدي الجيش الروسي، لم تبدأ الحرب وفق قانون بوتين بعد. فما الذي يبعث به بوتين للغرب؟ وسط اجتياح كبير للجيش الروسي في شرق أوكرانيا وانسحاب الجيش الأوكراني، والغرب يدعم أوكرانيا بكل ما أوتي من قوة حتى الأسلحة بعيدة المدى، فماذا سيكون رد بوتين؟ القيصر يشن هجوما على أوكرانيا وزيلينسكي يستغيث. بعد أسابيع من تطويق الجيش الروسي وقوات فاغنر مدينة باخموت، ومع استماتة الجيش الأوكراني في الدفاع عن المدينة، باتت قوات فاغنر تؤكد أنها سيطرت تماما على كافة خطوط الإمداد الواصلة إلى القوات الأوكرانية المقاتلة في المدينة والتي تحاصرها القوات الروسية وقوات فاغنر. وفي الوقت نفسه تحقق القوات الشيشانية تقدما كبيرا في داخل المدينة، حيث ارتكزت خطة الروس في السيطرة على المدينة في إدخال قوات قاديروف إلى داخل المدينة، فهم يجدون حروب الشوارع والدخول في الأنفاق والخنادق التي صنعها الجيش الأوكراني بالمدينة. وفي الوقت نفسه تقاتل القوات الروسية بجبهة فوليدار التي تعد مدينة استراتيجية، حيث بها سيتمكن الروس من السيطرة على شرق أوكرانيا بكامله، حيث تعتبر خط الإمداد الرئيسي للجيش الأوكراني في الشرق، وهي خطة روسية من القائد الجديد للقوات في أوكرانيا غراسيموف، الذي بدأ في توزيع قواته للقتال في عدة جبهات وعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها مع بداية الحرب وتراجع قواته من كييف. وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلنها أن الحرب لم تبدأ بعد، إلا أن معهد الحرب الأمريكية التابعة للبنتاغون أكد على أن الهجوم الروسي قد بدأ بالفعل، وذلك بحشد الروس نحو 300 ألف جندي مدعومين بأحدث الأسلحة والمعدات الثقيلة. كما أكد المعهد أن الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا ضمن الهجوم الروسي المحتمل، ويتوقع المعهد أن تعلن روسيا الحرب الشاملة في الذكرى السنوية الأولى للحرب في 24 من فبراير الجاري. في حين يرى مراقبون أن زيارة الرئيس الأوكراني لأوروبا كانت المحاولة الأخيرة له لطلب المزيد من الدعم العسكري لمواجهة القوات الروسية التي تقاتل بشراسة كبيرة في الشرق الأوكراني، وسعيا منه للوقوف أمام الهجوم الروسي المحتمل نهاية الشهر الجاري. إلا أن مراقبين أكدوا أن هذه الزيارة يبدو أنها باءت بالفشل التام، حيث تراجعت بريطانيا عن تقديم مقاتلات وصواريخ بعيدة المدى للجيش الأوكراني. مخاوف أوروبية وغربية من الهجوم الروسي القادم يأتي ذلك في ظل حالة التعتيم الإعلامية من قبل الدب الروسي عن هذا الهجوم المحتمل، إلا أن الغرب بات يتوقع أن تكون نتائجه كارثية، حيث يتوقع أن تسيطر روسيا على أوكرانيا بالكامل. وبدأ الجيش الأوكراني في وضع بعض السيناريوهات المحتملة لهذا الهجوم، حيث يتوقعون أن تهاجم روسيا بالصواريخ البالستية المدن الأوكرانية الكبرى، كما يتوقع بضربها للسدود ومن ثم إغراق أوكرانيا، بحيث لن يتمكن الجيش الأوكراني من التحرك في جبهات القتال، وعليه تقطع خطوط الإمداد كافة، ومن ثم تقع أوكرانيا بأيدي الروس. وفي الوقت نفسه نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا جاء فيه أن أوكرانيا لا تطلق صواريخ هايمارس على الأهداف الروسية بشكل عشوائي، بل تنتظر حتى تقدم لها القوات الأمريكية الإحداثيات للأهداف الروسية، ومن ثم تطلق صواريخها لتحقيق الأهداف المنشودة بضرب خطوط الإمداد ومستودعات الذخيرة الروسية. وهو الأمر الذي أكده خبراء روس بأن أمريكا باتت ضالعة بشكل كبير في هذه الحرب، وأن الدور الأمريكي بدا واضحا في الحرب رغم محاولة أمريكا التنصل من دخولها الحرب. لذا بات الخبراء الروس يؤكدون أن أمريكا
لن تتدخل في الحرب بشكل مباشر، وأن جل ما ستفعله هو دعم أوكرانيا بكل قوة، ولكن قد يأتي الوقت المناسب للرد الروسي على التدخلات الأمريكية المتكررة في هذه الحرب. أما صحيفة نيوزويك الأمريكية باتت تسلط الضوء على ما يتناوله الإعلام الروسي، حيث أكدت أن الإعلام الروسي باتت مادته الإعلامية هي الحديث عن الانتصار الروسي في أوكرانيا، وأن الجيش الروسي لا يعرف للهزيمة معنى. كما أكدت الصحيفة أن الأبواق الإعلامية الروسية بدأت الحديث كثيرا عن إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي، وأنه بات خيارا أكيدا أمام القوات الروسية حال شعورها بالهزيمة على أيدي الأوكرانيين ومن ورائهم الغرب وأوروبا. في حين تسعى القوات الروسية للهجوم على بلدة كريمنا الأوكرانية في إقليم لوهانسك، إذ يرى الخبراء العسكريون أن سقوط هذه البلدة في أيدي القوات الروسية سيكون له مردود كبير على تقدم القوات الروسية، إذ من خلالها ستتمكن القوات الروسية من السيطرة على بلدة ليمان الاستراتيجية. وتشير صحيفة بوليتيكو في تقرير لها أن الروس يعدون لهجوم كاسح في شرق أوكرانيا، إلا أن خبراء يؤكدون أن بوتين قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية من أجل الوصول إلى هدفه من هذه الحرب. وأشارت الصحيفة أن هذه السياسة هي معتقد أساسي لدى الجنود الروس، حيث أن القوات الروسية لم تعد تنظر إلى خسائرها من الجنود والأسلحة، وأن الجيش الروسي بات يركز على أهدافه ونجاحاته في أوكرانيا. ولكن السؤال الأبرز، هل ستقدم روسيا على الهجوم الشامل قريبا؟ وما السيناريو المتوقع لذلك؟ الصحيفة أجابت أن بوتين قد تتجه أنظاره إلى هذا الهدف في أوكرانيا، وأنه قد ينظر إلى غرب أوكرانيا بهدف قطع خطوط الإمداد العسكرية القادمة لأوكرانيا من قبل الغرب، وهو ما يعتبر الهدف الأسمى لقواته في هذا التوقيت، حيث يريد بوتين أن تسقط أوكرانيا في أيدي الروس بنفسه من دون التصعيد أو الدخول في حرب شرسة، حيث يتوقع أن تهاجم روسيا القوى الغربية والناتو حال هجومه الكبير على أوكرانيا. لذا قد يتجه لقطع خطوط الإمداد، ومن ثم قد تتجه القوات الأوكرانية للاستسلام وترك السلاح، وبالتالي يسيطر بوتين على أوكرانيا بكل سهولة.